بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه هل رايتم شخصا يحمل ذنوبه على ظهره ويمشي بها الحقيقه هذا مشهد قلما يتصوره احد يوم القيامه ايها الاحبه كل انسان نسي لقاء الله وانشغل قلبه بالدنيا ولم يتذكر ذلك اليوم العظيم سوف ينساه الله تبارك وتعالى وسوف يمشي وهو يحمل هذه الأوزار والذنوب والكذب والربا والنظر إلى ما حرم الله والكلام الفاحش البذيء وأذى الناس وأكل المال الحرام كل هذا سيحمله على ظهره هذه الذنوب أيها الأحبة تكون يوم القيامه كأمثال الجبال، ذنوب كبيرة جدا. كيف سيحملها على ظهري؟ أحببت أن أتأمل وأتوقف معكم مع آية عظيمة في سورة الأنعام. الله تبارك وتعالى يبدأ مباشرة خطابه للذين كذبوا بلقاء الله عز وجل. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بداية مرعبة أيها الأحبة والتكذيب بلقاء الله ليس من الضروري أن تقول أنا لا أؤمن بلقاء الله أنت عندما تنسى لقاء الله هذا نوع من أنواع التكذيب أنت عندما تستمع إلى القرآن والله يذكرك بلقائه ويقول لك من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين عندما تستمع إلى هذا الكلام الرائع هذا الكلام الإلهي العظيم ثم تنسى لقاء الله ولا تجاهد بنفسك وبمالك وبعلمك والجهاد اليوم ايها الاحبه هو جهاد النفس الصبر وجهاد العلم وجهاد نقل رساله القران لمن يحتاجها حتى اذا جاءتهم الساعه بغتة هنا الايات التي تتحدث عن الساعه غالبا ما نجد المفاجاه عنصر المفاجاه لذلك الله تبارك وتعالى انزل مثل هذه الآية أنزلها لنا لكي لا نتعرض لعنصر المفاجأة، الإنسان الذكي أيها الأحبة هو الذي يخطط ويحسب لكي لا يتعرض لمفاجآت، نحن الآن في الدنيا إذا ذهب أحدنا في سفر لمدة يوم أو يومين يجلس لمدة أسبوع قبلها ويحسب هل سيتعرض إلى مفاجآت؟ هل ستتعطل؟ السيارة مثلا، هل سيحتاج إلى غذاء؟ هل سيحتاج إلى مال؟ هل كذا هل كذا هل كذا؟ يضع حزمة كبيرة من الاحتمالات لكي ينجو من المفاجآت والمباغتة. طيب الله تبارك وتعالى يقول لك: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: طيب ما هو القول الذي ستقوله إذا كنت من هذا من هذا النوع؟ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. الحسره لن تنفع شيئا ايها الاحبه في ذلك اليوم. الدنيا ممتده انت عشت حياتك كامله واخذت فرصا كامله وجاءكم النذير. والآيات من حولك تذكرك بالآخرة ولكنك تنسى تنغمس في هذه الدنيا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها الآن هذا هو المشهد الذي أحببت أن تتخيلوه معي أيها الأحبة مشهد صعب جدا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وهم يحملون أوزارهم هذه الذنوب والآثام والمعاصي وأكل الحرام، كل هذا ستحمله على ظهرك إذا إذا كنت ممن نسوا لقاء الله، لأن الله سينساك في ذلك اليوم. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أسوأ حمل يمكن أن يحمله الإنسان هو أن يحمل ذنوبه يوم القيامة وهو يقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها طيب يا أخي بالله عليكم أنت الآن بكامل صحتك وعقلك وقوتك وتستطيع أن تشتري الجنة بسلوك بسيط جدا مجرد أن تلتزم بالصلاة مجرد ان تنفق شيئا في سبيل الله اذا كنت قادر على ذلك، بمجرد ان لا تؤذي الاخرين، ان تحسن لجارك، ان تحسن لابنائك، لزوجتك، ان تبر والديك، ان تكرم ضيفك، ان 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 تتحلى بخلق حسن. هل هذا صعب؟ يعني هل انت الان اذا امتنعت عن الدخان والخمر والنظر الى ما حرم الله من مشاهد اباحيه او نساء او كذا. طيب هذا اليس فيه فائده لك؟ فيه فائده للدماغ والقلب وفائده للنظام المناعي كما تقول الدراسات العلميه، فيه فائده لك. طيب هذه الفوائد الدنيويه انت تأخذها وترتاح وتطمئن في هذه الدنيا ويوم القيامه تنجو من هذا الموقف. يوم القيامه لن تتعرض لشيء من هذا. سوف يكون يوم القيامه سهلا بالعكس المؤمن يحب يوم القيامه المؤمن يرجو لقاء الله المؤمن يفرح برحمه الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا رحمه الله سبحانه وتعالى ستكون عظيمه جدا على المؤمنين يوم القيامه فسوف يفرح يفرح المؤمنون بلقاء الله عز وجل طيب ثمن الجنه بسيط جدا مجرد الامتناع عما حرم الله، ليس ليست القضيه صعبه، ليس مطلوبا منك ان ان تقوم باعباء واحمال وجهود عظيمه، لا، القضيه بسيطه جدا احبتي في الله، ان تطهر نفسك، ان تخلو مع الله عز وجل، تصلي الصلوات المفروضه وانت تقف بين يدي الله، تشعر بنعمه الايمان، تشعر بهذه الطمانينه، لذلك احبتي في الله نرجو ان نتذكر هذه الايه بل نحفظها و و ونحذر منها لان الله حذرنا من ذلك اليوم ينبغي ان نكون في حاله حذر كل يوم ليس مجرد ان ناخذ معلومه ونمشي لا في كل لحظه نتذكر ذلك اليوم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا شر ذلك اليوم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون نسال الله تبارك وتعالى ان ينجينا من شر ذلك اليوم وان ننعم بلقائه عز وجل وبنعيمه يوم القيامه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته